أهلاً أعزائي المشاهدين من الأراضي المقدسة الجميلة تحت أشعة الشمس المشرقة، بحييكم باسم الرب يسوع المسيح. إحنا ما زلنا في تعليم يسوع المسيح في عظته على الجبل. أنا موجود على جبل عالي من الجهة الغربية لبحيرة طبرية، ومثل ما شايفين البحيرة هي طبعاً 212 متر تحت مستوى سطح البحر، وشايفين البحيرة مثل صحن، وبتشوفوا الحدود الجبلية من كل النواحي. وطبعاً من الجهة الشمالية منطقة جبل التطويبات وكفر نحوم، من الجهة الشرقية تستطيع أن ترى طبعاً هضبة الجولان أو جبال الجولان، وتحت هذا الجبل منشوف بلدة طبرية أو مدينة طبرية اللي بناها هيرودس أنتيباس تخليداً وتكريماً لتيباريوس قيصر. حديثنا في هذه الحلقة طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.